أعلن البنك المركزي التونسي أن حجم الموجودات الصافية من العملة الصعبة ببلادنا بلغ 22,845 مليون دينار إلى غاية تاريخ 4 جوان 2024، ما يعادل 104 أيام من التوريد بحسب تحينات البنك المركزي التونسي. وبحسب مؤسسة الإصدار، فقد بلغ حجم الحساب الجاري للخزينة 1544 مليون دينار إلى غاية نفس التاريخ. توجهت بورصة الأوراق المالية بتونس بعد حصتين متتاليتين من التراجع إلى المنطقة الخضراء، ليتطور مؤشرها المرجعي تونانديكس مع إقفال حصة الأربعاء بنسبة 0.62%، ويبلغ النقطة 9509 وحجم تداول بقيمة 7.5 ملايين دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. وكان سهم شركة ليلى الأكثر تداولا وحيوية، مستأثرا بنسبة 34% من إجمالي حجم التداول بقيمة 2.5 مليون دينار، متطورا بنسبة 0.6% وسعر 8.250 دينار. في باردو، الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل ترويج المخدرات وغسيل الأموال على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو، مفادها اعتزام أحد مروجي المخدرات نقل كمية من المواد المخدرة، تم بعد متابعة ميدانية القبض على المظنون فيه الرئيسي محل 8 مناشير تفتيش ومساعديه شخصين بحوزتهم صفيحة منقوصة من مقدر القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 1120 دينار وسيارة خاصة ودراجة نارية. بالتنسيق مع النيابة العمومية، تم التحول إلى محل سكن المعني أين عثر على 3 صفائح من مخدر القنب الهندي و112 قرص مخدر ومبلغ مالي قدره 1000 دينار، إضافة إلى وثائق تخص عمليات بيع وشراء عقارات وحوالات بريدية وبنكية بمبالغ مالية متفاوتة. وتم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية الاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل النقل والتخزين والتوزيع والترويج المخدرات وغسيل الأموال ومواصلة الأبحاث وفق الإدارة العامة للأمن الوطني. وقفة احتجاجية لأعوان مغسلة الفوسفات برديف نفذوا اليوم صباح أعوان شركة فوسفات قفصة العاملين بمغسلة الفوسفات بإقليم برديف. وقفة احتجاجية طالبوا فيها بضرورة استئناف عملهم المتوقف منذ ما يزيد عن 3 سنوات بسبب اعتصام ينفذ عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل. يذكر أن مغسلة الفوسفات بمغسلة الرديف تحتوي على كمية من الفوسفات التجاري مكدسة جاهزة للتسويق تقدر بما يزيد عن 1,400,000 طن لم يقع استغلالها بسبب هذا الاعتصام. قرار التمديد بالاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد، حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد. ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني بالاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها وإلحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة
أو غير مباشرة عطايا أو وعود بالعطايا أو الهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتياز لا حق له فيه بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية طبق الفصول 96 83 و87 مكرر من المجلة الجزائية. المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة. دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 29 من شهر ذي القعدة الموافق لستة جوان. جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا نقلته وكالة الأنباء السعودية، يقول نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا أن يوم الخميس الموافق لتسعة ماي هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب في عموم المسلمين ترغب إلى عموم المسلمين في أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 6 جوان 2024، وتقول بأنه تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر. في بقية الأخبار الأخرى، رئيس الحكومة من كوريا يقول بأنه قيم الديمقراطية قاسم مشترك بين تونس وكوريا، وإن أكد رئيس الحكومة أحمد الحاشيني في لقاء جمعه اليوم مع الوزير الأول الكوري في مقر الوزارة الأولى الكورية أن كوريا تعد شريك استراتيجي لتونس التي تعتبر بوابة القارة الإفريقية، وأشار إلى أن القيم الديمقراطية تمثل قاسماً مشتركاً بين البلدين الصديقين، وثمن الجانبين الروابط العريقة التي تجمع بين تونس وكوريا والمستوى المتميز لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات. من جهته نوه الوزير الأول الكوري باستثمار تونس في العنصر البشري، وأكد أن الكفاءات البشرية تمثل قاسم مشترك بين البلدين الصديقين، واتفق الطرفان على مزيد تعزيز التعاون الثنائي والمضي قدما في اتجاه خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة. يشار إلى أن رئيس الحكومة يؤدي زيارة عمل إلى كوريا من 3 إلى 6 جوان، ويترأس الوفد التونسي المشارك في أول قمة كورية إفريقية تحتضنها العاصمة الكورية سيول تحت شعار المستقبل الذي نصنعه معا، النمو المشترك والاستدامة والتضامن.